خسرتك كل الوقت. صحي ما دلوقتي؟ أنا بحاجة أحكي معك فواز. ماشي خليها الصبح. معلش كرمالي فواز. شاف ولا لمع حد فينا؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ دلوقتي المهم حد فيكم سمع اي كلمه بتقولها له؟ لا صوتها كان واطي قوي. والنعمه شايفه ما في اوطى منها الواطيه. اه والله يا اختي يا موكوسه هتكون بتقول له ايه غير انها بتتنحنع يا هبله. بقول لك ايه يا اختي؟ هم اخواتك قالوا لك ايه بالظبط؟ قالوا لي ان هم فضحوا ابوها قدام الحاج وان كلامهم صادق وعندهم الدليل. بس كده بقى نقف عند الكلمه دي بقى. اكسكيوز مي بقى، هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طردة الكلبه هي واهلها؟ دخلت الحاجة عليها مش مريحاني، مبسوط رايق مش متنكد في زبالة. لا يا اختي مش زبالة والله، ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان هيبات عند واحدة فينا. يا عبيطة يا عبيطة، ما هي برضك مش سهلة البت سوسة، خدته كده على مشامه أول ما دخل راحت مصطدمه ومطلعه على فوق بدل ما يدخل عند واحدة فينا. يا عبيطة يلا يا خايبة، ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقولوه عشان نفهم هو بيفكر في ايه. اسم الله سهلة دي قوي، اتفضلوا معايا يلا بينا نتصنط على الباب يلا اتفضل. لا يا اختي حض الله بيني وبين التصنيط، خلاص كفاية اللي حصل له. ايوه يا خايبة بس احنا لازم نعرف عشان نفهم. استني استني مين؟ انا زينب يا ستي. عايزة يا بنتي يا زينب؟ حاجة مهمة دخليها. خش يا اختي انت لسه هتبقى نجي؟ في ايه؟ انطقي. عايزة احكي لكم على اللي سمعته. ما تنطقي ساعتها ليه؟ ماما قالت لي شو صار مع البابا، في اشياء كتير لازم تعرفها حتى اكون رايحة الضمير اتجاهك. ايش يا زي ايه بقى؟ البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك، كل شيء اعرفه عن شغلك ابقى بلغه اياه. وانت قلت لها ايه؟ طب رأيك شو قلت لها؟ انت حبيتيني بجد ولا انت حكايتك بالظبط؟ بالأول كانت فرصة لإلي مثل حياة لبنت، حياة لبنت عندها أحلام كتير وحابة تحققها. فجأة طلع الإنسان اللي بيقدر يحقق لها كل شيء قدامها، فتركت خطيبي. كنت بتحبيه؟ لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك كنوز الدنيا كلها. الحب بيعمل أشياء غريبة بالبني آدم، شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فترة قصيرة. كلامك الليله دي غريبة أوي، مش قادر أفهمه غير كل كلامك اللي قبل كده. أنت نفسك حاسك كأنك واحدة تانية. الحمد لله على السلامة يا فواز. سميحة دي اللي عاملة في نفسك ده؟ مستنياك يا حبيبي، قلت يمكن تعوز حاجة. انت تؤمر وانا علي الطاعه. يا منجي من المهالك يا رب. يخص عليك يا فواز، بقى انا عامله لك كل ده ومستنياك عشان ارضيك وانت تقول كده؟ هو كل ده مش عاجبك يا حبيبي؟ لا عاجبني طبعا يا حبيبتي، عاجبني قوي. فواز اشتقت لك حياتي. شفت الواوا، بصت الواوا، خلاص الواوا بحر. عملت لك عشا يا حياتي، فتوش وتتبولة وعرايس، قلت اكيد هتيجي من الشغل تعبان.
وفي انهار. في يا عيون انهار. انا عايزك تسيب نفسك خالص النهارده، واللي نفسك فيه تشاور عليه، وفي غمضه عين هيكون قدامك. استر يا اللي بتستر. مالك يا حياتي، ده احنا حريمك وحلالك اللي ربنا قسم لك بيه. ربنا يكفينا شر المستخبي. ما هو اصل ربنا لما يبقى راضي عن حد بيحبب فيه خلقه. وانت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حبايبك كتير قوي يا حاج، واحنا الليله دي سهرانين عشان خاطر عيونك. حتى انت يا هدى انضميتي للحزب. حزب؟ حزب ايه بس يا روح هدى؟ احنا الليلة دي متعهدين اننا نريح قلبك ونبسطك، ولو عايزنا نشيلك جوه عيوننا هنشيلك يا حاج. انت يا هدى، انت ده انا بتكسف ابوسك يا هدى. وتتكسف ليه بس يا روح هدى؟ خد راحتك، ده انت جوزي وحلالي وربنا محللي معاك كل حاجة. ترتر يا هدى، حطها في وشك ترتر. لا اله الا الله. لا انا لازم افهم بقى القصه دي، ولا دي حفله عشان طلقت الرابعه؟ اسم الله عليك، هو ده. حلوه منك، حلوه منك. قطعت نفسي. شفت انا بجيب فيك جون يا بابا؟ يا سلام، طب ما انا جايب فيك جونين. لا جون واحد والتاني انا سديته. انت تعمل لي فيها بوسكاس بقى بتاع برشلونه. خلاص محترف يعني. ماشي يا عم، تعالى منى، عايز اقول لك حاجه. قال لي انت ياد صحيح ما بيدكوش دين في المدرسه؟ ساعات ميس العربي بتديني شويه كده. ساعات؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. طب والله لا اوريهم عالم ظلم، اعوذ بالله. يا حاج اعوذ بالله. حاج بس انا ابوكوا يعني. اهو اهو ابوك اهو اهو الحاج اهو اهو. لقيت الحاجات دي في اوضه الراحله، اعمل بيهم ايه؟ حطيهم في شنطه كده لحد ما نوديهم لها. حاج على مهلك، على مهلك، على مهلك. بابا هي ماما اللي كانت عايشه معانا هنا فين؟ ماما اللي عايشه معانا فين؟ الله يخلي العالم. انت مالكش غير ماما واحده، ماما انهار وبس. ماما سميحه، ماما هدى، وماما بس بس بس. ايه انت معايا ولا معاهم يا مالا؟ ماليش السيره دي خالص. بس ليه زمايلي عندهم ماما واحده بس؟ حتى الميس اتضايقت وقالت لي حرام كده، انت ليك ماما واحده، باباك لازم يكون متجوز واحده. حرام، الميس دي مش فاهمه حاجه. ماما لو كانوا بيدرسوكوا دين في المدرسه كانوا عرفوا الحلال من الحرام. ابوكوا. تعالوا يا اولاد قربوا، تعالوا تعالوا. ابوك والحمد لله ما بيعملش اي حاجه حرام. الجواز ده، قومي يا حبيبتي العبي مع اخواتك هناك، ده كلام رجاله، كلام صبيان. روح قرب يا مدام. الجواز ده شرع ربنا حلله للرجاله، يعني الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ده حلال ربنا. ما ينفعش بقى يجي بني ادم يحرم اللي حلله ربنا. صح؟ صح. فاهمين؟ بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك يا حاج فواز؟ اهلا وسهلا، مؤاخذة ما بنسلمش. اتفضل. الحقيقة أنا من زمان وأنا نفسي أتعرف بحضرتك، تحب تشرب إيه؟ لا ملوش لزوم. أنا راجل عامل يا حضرة المديرة، وجاي اسال حضرتك سؤال واحد وعايز اجابه بما يرضي الله. اتفضل يا حاج. هل انا كولي امر قصرت يوم في حقوقكم كولي امر للعيال هنا في المدرسه؟
الحقيقة لا ما حصلش، بس حضرتك بتقول كده ليه يعني؟ يعني حقكم بيوصل لكم أول بأول بما يرضي الله، بيوصل ولا ما بيوصلش؟ الله أنا مش فاهمة حضرتك عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن اللي بيدي لازم ياخد، والمفروض المدرسة هنا تنور بصيرة العيال مش تضللهم. تضللهم؟ يعني إيه تضللهم؟ لما مدرسة عندك هنا تحرم اللي حلاله ربنا في عيون ولادنا تبقى لازم تتحاكم. تتحاكم؟ أنا الحقيقة مش فاهمة حضرتك عايز تقول إيه بالظبط. يا ريت حضرتك تبعتي تجيبي المدرسة الميس بتاعة العربي اللي بتدي ابني منعم. أنا جيت يا حضرة المديرة من غير ما حضرتك تكلميني. ميس فاطمة؟ هي إيه الحكاية بالظبط يا ميس فاطمة؟ ابن سعادتك جالي وحكالي على الحوار اللي حصل بينكم، ولما عرفت إن حضرتك مشرفنا قلت أكيد جاي عشان تكلمني في الموضوع ده، وديني جيت. بقى ما بتدوش الواد دين وبتحرفه بشرع ربنا وبتضللوا العيال ومش عايزين اجيلك؟ شرع ربنا محدش يقدر يحرف فيه يا استاذ. امال الكلام اللي بتقوليه للواد منعم ده اسمه ايه؟ تفسير. تفسير؟ اجتهاد. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا ادانا عقل يا حضره عشان نفكر بيه وعشان نوصل لاعلى مكانه، وبالعقل ده ميزنا عن بقيه الكائنات. صحيح ربنا حلل الجواز من أربعة، بس حط شروط ووصف وفي الآخر قال ولن تعدلوا. مش معقول المرأة اللي ربنا كرمها في كتبه يجي العبد ويهينها ويستعملها ويحولها لمجرد مسكن لرغباته باسم الشرع. ده كل اللي أنا قلته. لو حضرتك بقى شايف إن الكلام ده فيه تضليل أعمل اللي حضرتك تشوفه. على إذنكم. ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعته يا زكي. ايوه بس دي حاجه غريبه قوي. مستحيله يعني يا مرسي؟ بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، مفيش حاجه مستحيله ما دام فلوسها جاهزه. الله يفتح عليك، قول له قول له. مفيش حاجه مستحيله. ايوه بس الموضوع ده محتاج تصاريح ومواويل، فاضيين احنا بقى كل اسبوع مشروع يا حاج. فيها يا زكي؟ ما يحسد المال لاصحابه، ده رزقه جاي لنا يا ابني. قول يا زكي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا اله الا الله، الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. عايزك تعمل لي دراسة شاملة بكل حاجة، عايز في أقرب وقت أبقى صاحب أكبر مدرسة مهمة في مصر. مدرسة؟ فهمتني يا زكي؟ عايز أختار مدرسينها واحد واحد وواحدة واحدة. ناقصين إحنا بقى كمان المدرسين يجوا يبوظوا لنا دماغة العيال. مش كفاية علينا أمهاتهم؟ أنا مش فاهمة ما بنجيبش جنايني ليه بدل هدة الحيل اللي احنا فيها دي؟ انت اتهبلت يا بنت؟ عايزة الحاج يدخل علينا رجالة؟ يا أختي مش هنعرف ناخد راحتنا خالص. يا أختي تويكسي، ده كل ولاد الزواج عندهم جنايني وغفير وبواب وسفراجي وطباخ. الله، ده أنت عايزة تقلبي لي البيت مركز شباب بقى. اللي قولي لي يا سميحة، عملت إيه يا أختي في حكاية المربية؟ وأنا حد عبرني. يلا يا كدابة، تلاقي الشويتين بتوعك دول ما دخلوش على الحاج وقال لك اضربي دماغك في الحيط. انا كدابه يا انهار؟ ايوه. وديني لطحك. ماشي يا انهار ماشي، انا فايتها لي. امشي ورا الطريق. طب حظي صبري يا اختي، خليه يغزها. هي مال سميحه مهتميه قوي بالحكايه دي، هي كده طول عمرها محدثه يا محدثه. بقول لك يا انهار، احنا يا اختي لحد دلوقتي ما عرفناش للحاج اي خروجه ولا فاتحنا معاه الموضوع ده. لا ما انا خلاص لقيت لي سكه هنعرف منها كل حاجه. بسم الله ما شاء الله عليكي. سكه ايه يا اختي؟ يلا يا بت من هنا. يلا يا بت يا هبله. يلا يا هبله يا اختي.